في الشرق ها انتم تلاحظون دايرين معنا هاد الاخوان في الشرق ولو طارت معزه لان المعزه ما عمرها ما غطير يعني مع الاسف الوضعيه التي توجد عليها الجزائر اليوم لو حكم الناس عقلهم مصلحتهم في اليد المبدودة التي مدت لهم من طرف بلادنا مصلحتهم كما قال جلاله الملك في التجاوز عن اخطاء الماضي، حنا فتحنا لهم واحد لبيب لتجاوز واحد المصيبه ورثوها اللي هي دوله داخل دوله، او ما يسمونه دوله الجمهوريه الصحراويه كذا فين كاينه؟ كاينه داخل دوله الجزائر، هادشي راه تيرتب <applause> لا قانونيه ولا سياسيه ولا ترتب اثار كبيره حتى المحكمه إلا كاينه دوله في الدوله واش كاينه محكمه الجمهوريه الصحراويه للفصل بين دوك اللي شادين تما راه حتى حاجه احنا هذا الهم الذي تعيشه الجزائر باستضافتها لهؤلاء هؤلاء الاشخاص هذا الهم الذي تعيشه الجزائر المغرب عطاء واحد الشومبرير لانقاذ الجزائر شنو هو؟ هو مقترح الحكم الذاتي ولذلك جاء جلاله الملك تيقول لهؤلاء تعالوا لنبني المستقبل وبناء المستقبل اكثر مستفيدين مستفدين منه كاملين كمغاربيين كشعوفا ولكن اللي محتاج له اكثر اليوم في هذه المرحلة هي جيراننا في الجزائر ولذلك كما قلت لك مع كامل الأسف ابتلينا بقادة في الجزائر ولو طارت ماذا؟ ما غاديش يلهمهم الله الحل والفكرة الصائبة تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.